طبعا هذا تحدي الحين بالجيب، نروح نشوف الجيب بيقدر يطلع الجبل، الجبل القدام في جبل كبير يعني طلعة كبيرة، نروح نشوف الآن. طبعا اللعبة هذه في هناك دبل خفيف دبل ثقيل ثلاث جيرات الدفلوك، شوف هنا هدي شوية، نستخدم كل الأساليب نشوف عشان السيارة نقدر نطلع ولا ما يقدر يطلع. شوي شوي هنا شوف، لأن هنا في المطنج هذا حفريات، طبعا يحك الصدام، ينضرب الصدام الأمامي الدعسات، نحاول أن نتجنبها بقدر المستطاع. روح يا بدوس، ايوه شوف هنا اعطى واحد بس يمشي. شفت الصدام الدعسة، جاءت له حكة شوية ضربة شوية هناك، لكن سهل بتصلح ابوه هذا. روح روح يا بروح، وراك الجبل بعدين، التحدي هناك قدام. روح يا بروح، امشي 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 امشي. روح عطى الثاني عطى الثالث، روح لأنه هنا الواحد ثقيل والثاني برضه ثقيل شوية، عطى الثالث يمشي، لأنه الواحد والثاني يشتي له ايش يعني طلوع يشتي له. شوف هذيك النهاية حق المراحل اللعب، لما إذا جيت الحين أنا من تحتها بترجع لي للمرحلة من جديد، لكن أنا بجي من جنبها على أساس نروح للجبل، ما بجيش من تحت العمود هذا. روح روح امشي امشي، روح يابا روح لاند كروزر، روح يابا. قربنا على الجبل قربنا، ايوه باقي شوية بس نشوف التحدي هنا. وهاي الضربة الثانية سهل نشي، طبعا عشان الوقت بيداهمنا، الوقت باقي معانا دقيقة ونص تقريبا. هذا الجبل وصلنا، هنا التحدي وهنا الصعب وهنا الطلوع. اطلع يا ابوي اطلع نشوف، اكيد بيطلع، انا عندي امل انه ما بيعجز بيروح. طبعا عندنا لحد الان ماشيين بالثاني طبيعي دبل خفيف، لحد الان ماشي حلو. روح روح يا بعجز، اربط لهم بريك، اعطاه دبر صغير، رجع الجير واحد دفلوك ويطلع. روح روح روح، يا سلام يا سلام، شوف كيف تغير صوت الماكينه. امشي امشي كفو، روح روح هوش هوش يا حبيبي، معك مفخرة الأرض. يا سلام، ايش عليه وما ايش عليه يا حبيبي يا عيني. واخيرا حبيبي لاند كروزر،